يعني تفضلت حضرتك، اول شيء احنا عندنا ضعف، ضعف المنظومه السياسيه، انه انت ما تمتلك سفاره ولا سفير ولا حتى قنصليه في اوزبكستان، ممكن ان اساعدك في هذا الامر في حصولك على الفيزا، وممكن ان تحصل على تذكره طيران قبل ما تغادر من الان وتكون ترانزيت براحتك تروح باي مدينه قريبه بالضبط، حتى ممكن ان تسافر الى مدينه قريبه وتلتحق الى المدينه اللي انت تقام من خلالها المجموعه. الجانب الثاني اللي تفضلت به حضرتك، احنا عندنا ضعف، يعني ضعف المنظومه الكرويه ككل في بالاتحاد الاسيوي، يعني حتى موضوع كاس العالم وعدم حضوره لبلدنا الحبيب ايضا هذا يتعلق بالعلاقات، يعني مساله علاقات، وهو ايضا جانب سلبي يحسب على الاخوان القائمين سواء وزاره الشباب واتحاد شنو غير يونس محمود هو السفير، وايضا الكابتن يونس محمود هو عضو اتحاد ونائب ثاني وسفير وسفير سفير كاس العالم. فاعتقد هذه كل الامور تدل لك انه احنا عندنا ضعف كبير يجب ان نطوره او نحسنه للمستقبل حتى ممكن ان نواكب العالم. يعني احنا شاهدنا اغلب الدول اللي تنظم بطولات هي مو افضل من عندنا، لا من البنى التحتيه ولا من الاوضاع حتى الامنيه في بعض الاوقات. صدقني يعني اوزبكستان مستحيل افضل من عندك لا بالملعب ولا باللوجستيا ولا هذا الشيء اللي تفضل ولا بعدد من المطارات بالمدن. بالفعل يعني ذكرت لك هو احنا ضعف التعامل وضعف الاداري وضعف المنظومه الرياضيه هي بتلقي بظلالها على هذا الجوانب، في انه انت ما تمتلك بطوله او اقامه بطوله على مستوى عالي نتكلم وتنظمها في بلدنا الحبيب.